وللمزيد من المتابعة أيضا تنضم إلينا من غزة منى عوك المراسلة القاهرة الإخبارية. إذا منى برحب بك. هناك تحليق مكثف ربما للطائرات الاستطلاعية، هناك عودة للطائرات الحربية للتحليق فوق قطاع غزة. هل يعني تتوقعون ربما في قطاع غزة تنفيذ أي عمليات أخرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم، يعني حاليا من غير المتوقع أن يكون هناك هجمات إسرائيلية إلا إذا لاح بطبيعة الحال هدف جديد وهام بالنسبة لإسرائيل، كونها بدأت هذه الجولة عمليا. إسرائيل منذ اللحظة الأولى، منذ أن بدأت هذه الجولة من التصعيد، كان لديها ليس هدف واحد بل ثلاث أهداف، ولو كان لديها عدد أكبر لكانت يعني حققتها في الوقت ذاته، وخصوصا أنه الهجمة الأولى، القصف الأول، الاستهداف للثلاث شهداء كان في الوقت ذاته، في اللحظة ذاتها، وإن كانوا يقبعون في أماكن مختلفة. وبالتالي لو كان هناك أهداف أخرى كانت إسرائيل حصلت عليها منذ ساعات وليس الآن. أما ما بعد الآن فما يضع القادة، قادة الفصائل في خطر، هو ظهورهم إلى العلن أو مشاركتهم في تشييع الجنازات التي سوف تبدأ بعد نصف ساعة من الآن، وسيوارى سرى الشهداء بعد صلاة الظهر اليوم. بالتالي فيما لو ظهر هدف آخر كانت تنتظر إسرائيل من الممكن أن يعني ترتكب جريمة أخرى، لكن حتى الآن غير متوقع بأن تقوم إسرائيل بأي خطوة حالياً. في الوقت ذاته يعني، وعلى الرغم من ذلك يعني، هناك قلق إسرائيلي كبير جدا، هناك عدم توقع للآلية التي تعاملت بها الفصائل الفلسطينية مع هذا الحدث. يعني عمليا منذ الرابعة فجرا تقريبا وحتى الآن، ونحن تتوالى الأخبار من قبل الاحتلال الإسرائيلي عن فتح الملاجئ، إغلاق الطرقات المحيطة بقطاع غزة، إغلاق الكليات والجامعات، رفع درجة التأهب، أيضا استدعاء الأفراد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. يعني كلها أخبار ما زالت تتوالى تتحدث عن رفع حالة التأهب وزيادة درجة التوتر في المحيط، محيط قطاع غزة. وبناء على هذه المعلومات التي ترد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لكن تأخر الفصائل الفلسطينية في الرد هو ما زاد من رفع درجة التوتر لدى الجانب الإسرائيلي، لأنه الجميع اعتاد بأن تكون الردود سريعة جدا، أن تكون ضربات مباشرة وفي اللحظة نفسها وفي الوقت نفسه. لكن تأخر الفصائل الفلسطينية على الرغم من أنه تصريحاتها كانت واضحة ومبكرة، يعني باقي الفصائل عن حركتي الجهاد الإسلامي بكرت، يعني كانت أكثر سرعة في إصدار تصريحاتها، لكن حركة الجهاد الإسلامي وحركات حماس تأخرت قليلا في إصدار تصريحات، ولكنها كانت تصريحات قوية وتشير إلى القلق من ما هو آتي. لكن حتى اللحظة لا يوجد رد. كل هذا يضع الاحتلال الإسرائيلي في دائرة القلق الشديد. وهناك كل يعني كلما تابعنا الأخبار نجد أن هناك قرارا جديدا يتعلق بمحاولة زيادة ورفع درجة الحيطة والحذر تجاه ما قد يخرج من قطاع غزة. دعينا نراجع مع بعض الأرقام. وزارة الصحة الفلسطينية منذ يعني ده كان سؤالي القادم لك منى. يعني أريد أن تتحدثي معنا ربما عن الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل كامل، وأيضا عن إغلاق ربما المعابر. تم إغلاق معبر كرم أبو سالم المختص يعني بطريقة أو بأخرى بنقل البضائع والاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة. إلى أي مدى ربما إغلاق مثل هذه المعابر سيفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة؟ نعم، يعني هو فعلا يعني واقع صعب جدا، وخصوصا أنه يعني لا يمكن أن نقول بأنه الآن تم إغلاق معبر كرم أبو سالم، ولكنه كان مفتوحا طوال السنة.
هناك دائما اغلاقات اما لاسباب التصعيد او باسباب الاعياد اليهوديه او لاسباب تتعلق بالسياسه اليهوديه، وبالتالي جميعنا نعلم بانه قطاع غزه هو قطاع محاصر منذ اكثر من 15 عاما، والكثير من المواد الاساسيه غير موجوده عمليا في قطاع غزه. هذا من جانب. من جانب اخر، هنا نتحدث بالاساس عن توفير المواد الاساسيه اللازمه للحياه اليوميه للمواطنين، وبالتالي الاغلاق يؤثر كثيرا على احتماليه وامكانيه ان يستمر القطاع صامدا لفتره طويله. مع ذلك هناك طبعا اهالي قطاع غزه اعتادوا على هذه الاجراءات منذ سنوات طويله، وبالتالي من المتوقع بان يكون هناك تخزين لبعض المواد التموينيه. الجوله التي نتحدث عنها الان قد تطول، وهنا تكون الخطوره. هنا تكون الخطوره في حال طالت هذه الجوله وفعلا نفذت المواد التموينيه، وان كان ايضا في هذه الحاله تتدخل جمهوريه مصر العربيه هكذا يجري دائما وترسل مواد اساسيه ومعونات لاهل القطاع عبر معبر رفح البري. وهنا اذكر لمشاهدينا الكرام بانه المعابر الاساسيه المرتبطه بقطاع غزه هي معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزه من بجمهوريه مصر العربيه جنوبا، ومعبر كرم ابو سالم الى جانب يقع بجانب معبر رفح البري، ولكنه معبر خاص بالشؤون التجاريه، وايضا معبر بيت حانون او ما يعرف بايرز شمال قطاع غزه، وهو يربط قطاع غزه بمناطق الضفه الغربيه والاراضي الفلسطينيه المحتله. طيب هذه نعم لا اكملي الفكره منى. هذه هي الثلاث معابر الرئيسيه، وحتى عندما عندما تقرر اسرائيل فرض اغلاقها وضربه بشكل قاسي جدا، يبقى هناك لدى الفلسطينيين معبر رفح البري. فيما يتعلق ايضا في جزء من هذا الاغلاق الكامل الذي تحدثنا عنه، ايضا اغلاق بحر غزه، منع الصيادين منذ فجر هذا اليوم وما قبل الفجر، منذ بدايه الاحداث تم اطلاق النار عليهم وتوجيه اوامر مباشره باخلاء عرض البحر. لا يوجد ولا اي مركبة صيد في عرض البحر، وبالتالي ايضا من ناحيه البحر هناك اغلاق كامل، وفي كل محيط قطاع غزه ان كان شمالا جنوبا وشرقا وغربا هناك اليات عسكريه تحيط بقطاع غزه، بالاضافه الى الطائرات الحربيه التي تحلق في سماء القطاع، وبطبيعه الحال بعرض البحر هناك البوارج الحربيه الاسرائيليه. هنا ايضا اود ان اذكر بانه تحدثنا ربما عن المواد التموينيه، ولكن ايضا عندما نتحدث عن وضع في قطاع غزه لابد من التعريج والحديث عن المواد الطبيه ايضا. القطاع الصحي في قطاع غزه معروف بانه متهالك منذ سنوات طويله، هناك الكثير من المعدات والاجهزه التي تعرضت للتعطل ولم يتم توفير بديل لها بسبب الحصار الاسرائيلي وعدم السماح الجانب الاسرائيلي لادخال هذه المعدات. هناك نقص حاد في الادويه، استمرار هذا الاغلاق اذا طال ايضا سوف يؤثر على كميات الوقود الزراعي التي تصل الى قطاع غزه، وبالتالي سوف تكون ساعات وصول الكهرباء اقل بكثير من الثمان ساعات التي نتحدث عنها او نعيشها هذه الايام. هذا كله سوف يؤثر ايضا على القطاع الصحي وعلى قدرته في الاستكمال والعمل، بالاضافه الى النقص ايضا في المواد الاساسيه وفي المستشفيات. الدفاع المدني كان معنا على الهواء مباشره خلال جوله فجر هذا اليوم، وقال الناطق باسم الدفاع المدني بانه منذ سنوات طويله لم تدخل سيارات دفاع مدني الى قطاع غزه، مع العلم بانه سياره الدفاع المدني لها عمر افتراضي يقدر بخمس سنوات، وبالتالي نحن نتحدث عن اكثر من 15 سنه. هناك كل معظم سيارات الدفاع المدني في قطاع غزه بحاجه الى تغيير ولديها اشكاليات كبيره. اذا نتحدث عن قطاع متهالك بكل المستويات طبيا فيما يتعلق بالدفاع المدني، وايضا فيما يتعلق بالمواد الاساسيه وتوفرها في القطاع. طيب منى، جيش الاحتلال ايضا اطلق ما يسمى بعمليه الدرع والسهم، واعلن مجموعه اجراءات ربما متعلقه بغلاف غزه، ايضا لو تكلمين عن هذه الاجراءات وايضا عن هذه العمليه.
نعم، الإجراءات التي تتعلق بالجانب الإسرائيلي هو يعني عمليا نحن لا نتحدث فقط عن قطاع غزة المحاصر، نحن نتحدث عن قطاع غزة المحاصر والمناطق المحيطة به، كل منطقة المحيطة بقطاع غزة أيضا هي منطقة تم إعلان رفع إعلان درجة الطوارئ فيها، تم الإعلان عن تفعيل القبة الحديدية وإخلاء هذه المناطق من السكان، فتحت الملاجئ حتى أنه الجنود جنود الاحتلال تم توفير ملاجئ متنقلة لهم. يعني إذا يعني نحن أمام يعني نطاق واسع من محاولة توفير الحماية للجانب الإسرائيلي، وبالأمس عمليا خرج يعني أحد القادة الإسرائيليين وكان يتحدث عن مأساة يعيشها الإسرائيليين، وهي أنه على بعد 72 كيلومتر عن قطاع غزة لا توجد ملاجئ كافية، وهذا الأمر الذي أثار الكثيرين بأنه أنت تتحدث عن عدم وجود ملاجئ على بعد 72 كيلومتر بعيدا عن قطاع غزة، بينما أهالي غزة لا يمتلكون ملاجئا بالأساس. إذا أردنا أن نستكمل الحديث عن هذه الحملة التي يعمل عليها إسرائيل الآن، هي عملية إسباق متكامل على قطاع غزة ومحاولة لكسر الإمدادات إلى القطاع، عدم السماح للوصول أي شيء إلى قطاع غزة. عمليا هناك تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية في سماء قطاع غزة، والآن هناك انتظار لما قد يحدث خلال الساعات المقبلة. وبطبيعة الحال يعني كل التصريحات الإسرائيلية تتحدث عن قلق كبير، عن تغير في استراتيجيات المقاومة، الأمر الذي في كل ساعة يدفع إسرائيل لاتخاذ قرار جديد لآلية محاولة توفير الحماية والأمن لسكانها ومواطنيها. ونعلم جيدا بأنه يعني بنيامين نتنياهو كان معنيا بأن تكون هذه الجولة أو هذا التصعيد يعني بدون أخطاء، بدون أن يكون هناك يعني ردود واسعة، ولكن وذلك نتيجة طبعا أنه كان قد تعرض لكثير من الانتقادات بخصوص اليسر ردع وقدرته على الردع بعد الأحداث الأخيرة التي جرت في قطاع غزة، وبالتالي هو أتى إلى قطاع غزة من خلال هذه الاستهدافات التي جرت فجر هذا اليوم، وهو يعلم جيدا بأنه هي ورقة يجب أن تكون بالنسبة له رابحة لتهدئة الأوضاع الداخلية وبنفس الوقت لدعمه في حكومته. لكن أيضا يبقى القلق الإسرائيلي، وهذا ما بالتأكيد تعمل حسابه إسرائيل، هو أن يكون هناك صواريخ غير محسوبة تخرج من جنوب لبنان تجاه مناطق شمال إسرائيل، وإذا حدث هذا الأمر فيعني من الممكن أن يكون الأمر أصعب في السيطرة، وقد يعني يذهب بالمنطقة إلى اتجاهات أكثر خطورة.